بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، هذه النوع من المسائل، هذا النوع من المسائل خاص بطلاب الصف الأول الثانوي. دلوقتي بيقول لك هنا find the minimum value of y بتساوي x square minus 2x minus 3. عاوز أجيب القيمة الصغرى لهذه الدالة، وهذه دالة تربيعية لأن أكبر أس هنا أس 2. هتعمل إيه؟ هتجيب المشتقة الأولى، يبقى أنت هتجيب ال dy على dx، تشتق طبعا بتنزل الأس، تطرح من الأس واحد، يبقى 2x ناقص 2. بعد كده بتساوي المشتقة الأولى اللي هي dy على dx، أو بيكتبوها الواي داش، سويها بالصفر، يعني هيؤدي إلى إيه؟ 2x ناقص 2 بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يعني 2x بيساوي كام؟ بيساوي 2. اقسم على 2 هنا، اقسم على 2 هنا، يعني الإكس هنا بيساوي كام؟ الإكس بيساوي 1. جبت قيمة الإكس دي، عوض بها في الدالة الأصلية اللي هي الإكس كام؟ اللي هي الإكس تربيع ناقص 2X ناقص 3. عوض عن الإكس بواحد في كل، شيل كل إكس وحط مكانها كام؟ 1. أوكي، بعد كده بسط، يبقى عوضنا عن الإكس بواحد في الدالة الأصلية، يبقى هنا 1، هنا ناقص 2، هنا ناقص كام؟ 3. يبقى 1 هنا ناقص 2، 1 وناقص 2 يعني 1 ناقص 5، صح كده؟ 1 ناقص 5 اللي هو بيطلع كام؟ اللي هو بيطلع سالب 4. اوكي، يبقى انا عندي دلوقتي عرفت المينيمم فاليو او القيمة الصغرى بتكون كام؟ بتكون سالب 4. ده لو عايز الفاليو. لو قال لك الاحداثي ما انت جبت الاكس بكام؟ 1 وسالب 4. اوكي، يبقى اذا طلب منك المينيمم فاليو القيمه الصغرى، بيجيب المشتقه الاولى وتسويها بالصفر، وبعد كده ترجع تعوض بالقيمه انت جبتها من المشتقه الاولى عندما سويتها بالصفر في الداله الاصليه، يديك الايه؟ القيمه. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد.